السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع مره اخرى في قناتكم كوكب الفنادق القارس اللي كتهتم طبعا بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وايضا المواضيع الثقافيه والسياسيه والرياضيه، وكنقدموها باللغه العربيه باش يفهمونا جميع الدول العربيه. بلا ما نطول عليكم، كنتمنى كل واحد اللي كيشوفنا حاليا ما يدخلش علينا ويضغط على زر الاعجاب، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي جديد، وكذلك خليوا تعليقات محفزه لانني كنقراها بعنايه. بلا ما نطول عليكم، هندوزوا ابرز العناوين، ولكن بعد الصلاه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مواجهات عنيفة واعتقالات بمدينة الفنيدق تنتهي بفشل مخطط اقتحام سبتة. عبد الصمد الزلزولي يكشف سبب سقوطه المفاجئ في مباراة ريال بيتيس وليغانيز. إبراهيم دياز الكشف عن نوع الإصابة ومدة الغياب. ياسمين رئيس تنافس على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة. تفاصيل متابعة ولد عيشة في حالة صراحة بشبهة الاتجار في المخدرات الصلبة. التفاصيل في هذه الحلقة. عبد الفتاح جوادي يوجه نصيحة للشباب المغربي الراغب في الهجرة إلى أوروبا. حالة من الكر والفر شهدتها المنطقة المحيطة بمدينة سبتة المحتلة الليلة الماضية بين القوات العمومية ومكاتب من المهاجرين غير النظاميين الذين تواجدوا بكثافة غير مسبوقة لتنفيذ عمليات اقتحام جماعية استجابة لحملة رقمية تحريضية على الهجرة غير القانونية. هذه الحملة التي رافقتها وسومات مثل نلتقي في 15 من شهر 9 و15 من شهر 9 الفنيدق سبتة، استقت مئات من الشباب والمراهقين ينحذرون من مختلف المدن المغربية وأشخاص من دول جنوب الصحراء الإفريقية. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت السلطات المغربية على الطريق الرئيسية ونقاط التفتيش المؤدية إلى الشمال بما في ذلك تفتيش السيارات وتوقيف المشتبه فيهم عند محطات القطار، تمكنت مجموعات كبيرة من المتسللين من الوصول إلى مدينة الفنيدق التي تعتبر آخر نقطة متآخمة مع سبتة. وحاول المتسللون تجاوز الحواجز الأمنية عبر السير في مسالك جبلية خطيرة أو دخول المدينة عبر أحياء شعبية بعيدة عن الأنظار. وفي مدينة الفنيدق تحولت الشوارع إلى مسرح للمواجهات والمطاردات، حيث تعرضت القوات العمومية لرشق مكثف بالحجارة من قبل المهاجرين، ما اضطر السلطات إلى القيام بعدة اعتقالات في صفوفهم. وشهدت الأحياء السكنية في المدينة احتجاجات من السكان ضد المهاجرين الذين حاولوا دخول أحيائهم بحثا عن مأوى أو مكان للاختباء قبل مواصلة رحلتهم نحو الحدود. في الجانب الآخر، كانت السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة على أهبة الاستعداد، حيث عززت من تواجد قواتها الأمنية على طول السياج الفاصل. وساد هاجس كبير في أوساط السلطات الإسبانية من إقدام المهاجرين على تسلق السياج الفاصل، وهي استراتيجية يتبعها المهاجرون في مثل هذه المحاولات، ما دفع إلى تعزيز تدخلاتها بمروحيات كانت تحلق على طول الحدود لتوفير تغطية جوية ومراقبة أي تحركات مشبوهة. إضافة إلى المواجهات المباشرة، اتخذت السلطات المغربية إجراءات استباقية في محطات القطار خاصة في مدينة طنجة، حيث نشرت عناصر أمنية بزي مدني لمراقبة الوافدين من مدن جنوبية مثل الرباط. فعند محطة طنجة تم اعتقال العشرات من الشباب الذين كانوا يخططون للمشاركة في المحاولة الجماعية للعبور إلى سبتة. الاعتقالات لم تقتصر على محطات القطار فحسب، بل امتدت إلى نقاط التفتيش على الطرق السريعة والمقاهي والفنادق في المدن المجاورة. أوضح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس سبب سقوطه على أرض الملعب قبل نهاية مباراة فريقه ضد ليغانيز يوم الجمعة الماضية في الدوري الإسباني. في تصريحاته قال الزلزولي: لم يكن السقوط نتيجة التعب أو الإرهاق البدني، بل كنت أعاني من مشكلة صحية، ولكن بعدما تقيأت قليلا شعرت بتحسن وسارت الأمور بشكل جيد. الجدير بالذكر أن عبد الصمد الزلزولي سجل هدفا في مرمى ليغانيز وقاد فريقه لتحقيق الفوز في المباراة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
أصيب اللاعب المغربي إبراهيم دياز نجم نادي ريال مدريد خلال مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني مساء يومه السبت، وقد اضطر دياز لمغادرة الملعب في الدقيقة 23 بعد شعوره بآلام حادة في الجزء الخلفي من فخذه. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت أن دياز يعاني من إصابة في العضلة الضامة اليمنى. وعلى الرغم من أن الإصابة لا تبدو خطيرة للغاية، إلا أن اللاعب سيخضع لفحوصات إضافية لتحديد مدى شدتها وتحديد الفترة التي سيغيب خلالها عن الملاعب. ومن المتوقع أن يغيب إبراهيم دياز عن الملاعب لمدة تتراوح بين مبارتين أو ثلاث مباريات، مما يعني أنه سيغيب عن مباراة فريقه القادم في دوري أبطال أوروبا أمام شتوتغارت. تعود الفنانة ياسمين رئيس للمرة الثانية إلى المنافسة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة، وذلك بعد إعلان إدارة المهرجان عن اختيار فيلمها الفستان الأبيض للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بدورتها السابعة المقرر إقامتها في الفترة الممتدة ما بين 24 من تشرين الأول أي أكتوبر إلى 1 من تشرين الثاني أي نوفمبر المقبلين. وكانت ياسمين قد شاركت للمرة الأولى في مهرجان الجونة عندما تم اختيار فيلمها قمر 14 للمشاركة ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان. فيلم الفستان الأبيض هو من بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج محمد حفدي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة التي تقطن في أحد الأحياء الفقيرة وتوشك على الزواج، لكن فستان زفافها يتلف في يوم العرس فتذهب إلى القاهرة مع ابنة خالتها للبحث عن فستان زفاف آخر. من ناحية أخرى، بدأت ياسمين رئيس تصوير مسلسلها الجديد رقم سرية، وهو امتداد لمسلسل صوت وصورة الذي تم عرضه العام الماضي، وتقدم فيه دور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي مع صدقي صخر وعمرو وهبة. أخلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة يوم أمس السبت سبيل مغني الراي حمزة ولد عيشة الذي تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي على خلفية الاتجار بالمخدرات الصلبة. وتواصلت أحد المواقع الإلكترونية مع مدير أعمال ولد عيشة سفيان العمراني الذي صرح أن قرار إطلاق سراحه جاء بسبب عدم وجود أدلة كافية ضدها. وأوضح ذات المتحدث أن ولد عيشة تمت متابعته في حالة سراحة، لكن تم منعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيق في القضية. وفي أول تعليق له على القضية، نشر المغني المغربي المعني بالأمر فيديو على حسابه الشخصي بالإنستغرام شكر من خلاله كل من سنده في أزمته، وقال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. السلام عليكم، تحية أحبابنا وصحابنا أخوتي. هذا فيديو عملته كنشكر الناس اللي وقفت معايا والناس اللي دعات معايا واللي تاقت فيا، والحمد لله هذا هو مكتب، هذا قدر الله ما عندنا ما نعمله. والصراحة هذا فيديو قليل في حقكم، ما كرهتش نقول شي حاجة أكثر من هيدا، والحمد لله. والدعوة الله اللي كان السبب، الحمد لله اللي مرضي ما يخافش، والناس اللي تشفت فينا تا هما قريبه كتضربوا لاخوتي. مهم ما نطولش عليكم، باقي ما نعسش يا اخوتي. شكرا بزاف ومسامح، وكنشكر الناس بزاف بزاف اللي وقفت معايا، اقسم بالله من القلب. الحمد لله ربي ما حشمنا شي صراحه. كيفاش نقولوا، كيقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. يذكر أن أمن طنجة اعتقل حمزة ولد عيشة يوم الأربعاء الماضي إثر ذكر اسمه من طرف معتقلين في قضية الاتجار في المخدرات الصلبة، حيث أكد العديد من أصدقائي المقربين أن ولد عيشة هو ابن مدينة طنجة، وهو ابن طيب ولا يدخن ولا يستعمل المخدرات، وأنه مستبعد أن يكون قد قام بهذا الفعل المشين. وجه الكوميدي المغربي عبد الفتاح جوادي يوم الخميس نصيحة للشباب المغاربة الراغبين في الهجرة للديار الأوروبية، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة على حسابه الشخصي بالإنستغرام. وأوضح عبد الفتاح جوادي أن العالم بأسره يمر من أزمة خانقة، والفرص التي يتصور الشباب أنها ستتاح لهم في أوروبا غير موجودة، معتبرا أن تلك الديار أصبحت مشابهة للمغرب. كما أكد الكوميدي على ضرورة الصبر في هذه الفترة، لأن الأزمة الاقتصادية أصبحت عالمية،
ولا تخص المغرب فقط. وكتب عبد الفتاح جوادي في التدوين: واحد النقطة مهمة بالنسبة للشباب اللي باغين يحرقوا ويهاجروا البلاد، أنا ضد هذه الفكرة، لأن حتى أوروبا ما بقاتش كما كتصوروا، راه بحال المغرب. ولهذا الله يجازيكم بخير، راه بلادنا زوينة، خش شوية الصبر، راه كاين أزمة في العالم كامل. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.